تخيلوا عالما حيث كل حبة رمل، كل ورقة ترفرف في النسيم، كل مخلوق يسبح في أعماق المحيط تحمل توقيع فنان ماهر. هذا هو عالم المصور، الاسم الذي يهمس بين صفحات القرآن، يرسم صورة مذهلة لإبداع الله الرائع وقدرتها على تشكيل كل شيء. إنه ليس مجرد نحات مقيد بورشة طين، قماشة لمصور هيال الكون نفسه، تحفة فنية كونية حيث تدور المجرات في رقصات سماوية وتتزحلق الكواكب في مدارات مثالية، تخطر رسوماتها للشفق لقطبي عبر سماء للليل، وتنحت القمم لمهيبة للجبل، وتحفر الأوردين للرقيق لورقة بدقة متناهية لكنفنها يتجاوز. الجسدي البحت فهو مصور النفوس، ينفخ الحياة والإمكانيات في كل فرد مع كل نبضة قلب، ينحت أشكالنا الفريدة ويغرس فينا المواهب والأحلام والقدرة على النمو والتطور، يضع الأساس لرحلاتنا، يهمس الاحتمالات في آذاننا ويوجه أيدينا لتشكيل طين حياتنا. القرآن نسيج إلهي منسوج بالآيات، يتردد فيها همسات لمصور، كلا آية هي بمثابة لمست فرشاة، تكشف جوانب فنا. هو مصور كل شيء، سورتنا الأنعام 6:8-1 تهمس هذه الآية بقوتها على إعطاء شكل لكل شيء. من أصغر حشرة إلى امتداد الكون على الشاسع كلا مخلوق، من آل النسر على الشامخ إلى آل النملة على الزاحفة، إي حمل علامة تصميمها الفري، خلق آل الله الخلقة حسنا. سورة النور 12:35 تحتفل هذه الآية بالجمال الأخاذ الذي ينفخه في الخليقة، من الريش النابض للحياة لطيور الطنان إلى الأنماط المعقدة لرقاقات الثلج، فإن توقيعه على الأناقة والرقة محفور على كل جانب من الوجود. أحسن كل شيء خلقه. سورة القمر 5:4-9 تبرز هذه الآية الدقة والإتقان آل إلهي الذي نفذ في خلق، لا شيء يحدث بلا صدفة ولا شيء عشوائي، كلا ذرة كلا مدر كلا نبضة قلب موجودة في توازن وتناغم تام. ما وراء لمسايا الفرشات فنا لمصور يتجاوز لحظة واحدة ثبتة من الخلق، هو مصور ما استمر يشكلنا ويحولنا باستمرار طوال حياتنا، كلا تجربة كلا تحد نواجهها كلا دمعة نسكبها، تصبح ضربة في تحفة وجودنا التي تتطور باستمرار، يشكلنا بلطف الحب وبيد الإبلاء القوية، ويسقلنا لنصبح أفضل نسخ من أنفسنا. من خلال اسم المصور يقدم القرآن دعوة للتعجب بالعالم من حولنا وفي داخلنا، إنه يدعونا إلى تقدير التوازن الدقيق للنظام البيئي والاتساع المذهل للكون والتفاصيل الدقيقة للشفرة عشب واحدة. إنه يشجعنا على أن نرى أنفسنا ليس فقط كما استلمينا لفنا ولكن كما شاركينا في لخلق ما كلفينا، بإضافة لمساتنا الفريدة إلى لنسيج العظيم للحياة. عندما نتأمل فينا نبدأ في رؤية أنفسنا بشكل مختلف، لما نعد مراقبين سلبين بلا مشاركين نشطين في خلقه هي لما استمر نحن للرسامون الذين يضيفون بقعا من الألوان إلى القماش، وللموسيقيون الذين يؤلفون ألحانا لإثراء سيمفونيته. نحن مكلفون بمسؤولية رعاية الحياة ونشر الرحمة وتجسيد قيم الجمال والحقيقة والمحبة التي نسجها في صميم الخلق. تذكر أنك لست مجرد منتج نهائي، بل أن التحفة فنية قيد الإنشاء يتم تشكيلها وتحويلها باستمرار بيد مصور الإلهي. احتضن التحديات كفرص للنمو والخسائر كدروس في المرونة.